تحالف تعز السياسي يؤيد تحركة محورها العسكري واللجنة الأمنية، فالجميع في تعز يلتقون على اعتبار أمنها خطا أحمر يصبح كل من اجتازه عدوا يواجهه كل المجتمع. في اجتماعها أمس برئاسة أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، شددت أحزاب التحالف السياسي الداعم للشرعية على ضرورة استمرار الحملة الأمنية لتطهير المدينة من العناصر الإجرامية التي تستهدف أفراد الجيش الوطني والأمن. موقف الأحزاب السياسية يأتي انسجاما مع دورها الوطني المأمول، واستجابا لتطلعات أبناء المدينة الذين ضيقت عليهم ميليشيا الحوثي حياتهم من الأطراف، فيما تريد شقيقتها من ميليشيا الإرهاب أن تغتال أمنهم في عمق المدينة. ضاق الحال بأبناء تعز وهم يرون مجموعات مسلحة تواجه الأجهزة الأمنية بقوة السلاح حامية في نطاقها عصابات الاغتيال التي طالت رصاصتها جنود الجيش وخطباء المساجد ومدنيي المدينة وممثل الصليب الأحمر. كان لابد من تحرك يوقف عملية القتل العمد للحاضر والاغتيال المتعمد للمستقبل. تحركت الحملة الأمنية لتطهير تعز، فكشف التحرك عن خطورة التأخير والتأجيل في كل مرة، فالعصابات المسلحة واجهت الحملة مرة أخرى بسلاح سقط برصاصته جنود في الأمن والجيش ومواطنون. مواجهات دفعت مواطني مدينة تعز للتساؤل عن جدوى الإيقاف المتكرر للحملة الأمنية، مع أن المنطق يؤكد أن ألم الحسم لمرة واحدة خير من آلام وضحايا المواجهات التي تغدو أخطر في كل مرة. تساؤلات طرحها المواطنون عبر مسيراتهم وأحاديثهم لأكثر من مرة على طاولة السلطة المحلية، وهي التساؤلات ذاتها التي يطرحها أبناء تعز هذه المرة على طاولة اللجنة الرئاسية. فهل يمضي حزم الجيش والأمن مسنودا بكلمة السياسة وتأييد المجتمع حتى النهاية؟ أم أن تجربة الهدن التي استقوى بها ومن خلالها الحوثيون سيتم التعامل بها مع عصابات لا تقل خطورة ولا حقدا على المجتمع؟